صادق. يعني احنا اليوم ك ك كجيل متناغم مع بعضه، مشتغل اعمال كثيره مع بعضه، متفاهمين سواء على المسرح او على التلفزيون، فهالشيء يعطينا يعني شويه مثل ما يقول تناغم. تناغم بين الجروب وبين الشباب والطاقات الشبابيه. يعني انا للامانه ما اشوفهم شباب، اشوفهم نجوم صف اول اليوم. صاروا كلكم صحيح. يعني فرضوا حضورهم وفرضوا وجودهم بالفن الخليجي. فهذا الشيء بالنسبه لي هو سر النجاح باي عمل. ولا تفقدونه. لا لا ان شاء الله ما احنا فاقدينه. لا لا يعني احنا بيننا في وعود احنا الشباب. ايه ان لا خلاص يعني احنا عشنا مع بعض، تناغمنا مع بعض، يعني مو سنه مو سنتين مو ثلاث، فان خلاص عمرنا ما راح نكبر على بعض يعني اتوقع. ايه ان شاء الله. طيب طالب، يمكن لما نلاحظ والمشاهدين لما قاعد يتابعون المسلسل قاعد نشوف، طبعا هو عباره عن وجبه خفيفه يعني قريبة من القلب، قاعد تصنعون البسمة في كل بيت. لكن لاحظنا يمكن أن بعض المواقف والإفيهات كأنها ارتجال، أحس أنكم قاعدين بدوانية وقاعد تقطون على بعض. يعني روح الارتجال مطلوبة. يعني أنا كنت أحرص بكل حلقة أنه يكون في مشهد على الأقل مرتجل بين الفنانين هذيلة. يعني اليوم أنا لما أكتب نص مثلا أو أكتب شخصية سواء حق سلطان الفري ولا حق حتى عبد الناصر درويش الفنان الكبير عبد الناصر درويش على راسهم طبعا صحيح. الفنانين خالد مظفر، عزيز النصار، العونان، انا ابي روح العونان. ابي العونان عفويته. ابي عفويته. ايوه ايه. انا ما ابي الكلام المكتوب، ابي اللي يوصل الرساله، والعونان من خلال طريقته، من خلال فيها اللي حبوه فيه الناس صحيح. من خلال اسلوبه الغير صحيح. وبنفس الشيء انا ابي من خالد نفس الشيء، وابي من سلطان نفس الشيء. عزيز هذيل كوميديانات، هذيل يحيون الدور بطريقتهم باسلوبهم بفكرتهم المختلفه عن اي فنان ثاني صحيح. فاليوم انا احرص على هالشيء اكيد يعني. ايه قاعد نشوف الموضوع هذا. والله انا قاعد اضحك مستمتع يوم.